طيب، الملخص أو الخلاصة لأنواع التفكير وطرق تنميته. التفكير نشاط عقلي يحدث لدى الأفراد ويتضمن عملية معالجة المعلومات واستخدام الرموز والتصورات واللغة والمفاهيم بهدف الوصول إلى نواتج معينة. وتختلف طبيعة النشاط التفكيري لدى الأفراد تبعاً للنمط المعرفي السائد لديهم. طيب، إذن هنا التفكير نشاط عقلي، طبعاً كيف يفكر؟ كيف يفكر؟ بالعقل. وهنا في تبعاً للنمط المعرفي السائد، السائد معناه البارز أو الغالب، الغالب لديهم. طيب، إذن هناك طبيعة النشاط التفكيري لدى الأفراد مختلف، يعني تختلف، كل واحد له طبيعة في التعقل، في التفكير، وفي كذا، على حسب يعني النمط المعرفي الجاري عنده، يعني كيف يفكر لدى كل إنسان. وطبعا هذا التفكير لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى نواتج معينة. هذه يعني مقدمة للتفكير. طيب، الآن ويشكل التفكير الابتكاري، هنا التفكير الابتكاري أحد أنواع التفكير، ويتم من خلاله اكتشاف أو إنتاج أشياء تمتاز بالجدة والأصالة والنفعية. هنا يوجد من سؤال: ما هو التفكير الابتكاري؟ يعني رجل مبتكر يعني يأتي بجديد، عنده تفكير جيد مبتدئ. هنا ماذا؟ ويتم من خلاله اكتشاف أو إنتاج أشياء تمتاز بالجدة. بالجدة يعني شيء جديد. والأصالة الأصل منه، يعني بالجدة والأصالة والنفعية. وهذا يعني الإنتاج يكون نافعا للناس. طبعا قبل كل ذلك نفعا للمفكر لنفسه ولغيره. نعم. إذن الجدة معروفة، الجدة شيء جديد. ويتأثر التفكير الابتكاري بعدة عوامل تتمثل في الخصائص الشخصية للفرد والرقابة وأساليب التربية والتعليم. نعم، والتعليم ونوع البيئة التي يعيش فيها الأفراد. إذن عوامل لتفكير الابتكاري ما هي؟ الخصائص الشخصية للفرد والرقابة وأساليب التربية والتعليم ونوع البيئة التي يعيش فيها الأفراد. نعم. ويتكون من مجموعة قدرات هي الطلاقة. ما معنى الطلاقة؟ الطلاقة يعني لانشار. عندما يفكر يكون بطلاقة، يعني ليس بتأخر الكثير أو بسكوت طويل، لكن ماذا أفكر هكذا ثم يتحدث. لكن الطلاق بدون أي تفكير مباشرة هكذا يخرج من عقله. نعم. الطلاق الفكرية واللفظية، وفي اللفظ كذلك اختيار يعني المفردات، اختيار الأساليب
الكلام مباشرة تخرج من فمه. نعم. والمرونة التلقائية، المرونة التلقائية، تعرف مرونة؟ نعم. المرونة شيء مرن، ليس شخن، ليس يعني ليس عندنا نسميه ليس قوية، ليس قوية. المرونة التلقائية والأصالة والتفاصيل والحساسية للمشكلات، نقول هذه لفظ يعني عبارة عن قدرات، عبارة عن قدرات في الطلاقة الفكرية واللفظية والمرونة التلقائية والأصالة والتفاصيل والحساسية للمشكلات، يعني يكون الرجل حساس. فهناك من الناس من لا يبالي بما حوله، ماذا يحدث، خلاص لا أبالي. مثلا هناك المدرس لا يبالي بطلابه، مثلا المهم أنا أدرس، هل هؤلاء يفهمون أم لا يفهمون، لا أبالي. لا، ليس هكذا، لابد أن أكون حساسا فيما يلقيه. فالمدرس في نفس الوقت مربي، كذلك مربي وهكذا. يعني هناك من المدرسين من يقول هذا واجبي أنا أدرس، فهموا أو لم يفهموا سواء، أخيرا لا يجوز مثل هذا. نعم. طيب. يمر تفكير الابتكاري في عدة مراحل، هي مرحلة الإعداد.